السلام عليكم. ما يجيك النبأ حتى من جهه. أنا البارح دير تصريح في غير ميزان، ويبدو أنه التصريح في غير ميزان يعني بدا يدير يعني فهوم. أنا نأكد لكم مين أنه هذه الهيئة هيئة قانون تلتزم بالقانون، وأنا أكدت على أنها مستقلة أولا عن الناس. لما نرجع إلى القانون، عندنا مادتين في قانون الانتخابات يتكلموا على وضع الملف، المادة 139 والمادة 140، هذا ما يتكلموا عنه. تحبوا نقراهم نقراهم. المادة 139 نقراهاك ونقراهاك، والمادة 140 لا تتكلم عن شخص، تتكلم عن الملف، واضح؟ بينما المادة اللي تتكلم على الانتخابات التشريعية تتكلم على رأس القائمة، رأس القائمة شخص، تتكلم على رأس القائمة والثاني. القانون هو الذي يطبق. أنا تكلمت على هذا الموضوع بهذا الوضوح.